أنا أعتقد أن هذا الاتفاق اتفاق جيد فيما يتعلق بمكافحة التغير المناخي. والمملكة العربية السعودية قدمت مبادرات على المستوى البيئي والحد من تأثيرات التغير المناخي على المنطقة وعلى الشرق الأوسط. مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط آخر هذه المبادرات، لكن قبلها أطلقت المملكة العربية السعودية الاقتصاد الدائري للكربون. المملكة العربية السعودية طرحت في رؤية 2030 أنه بحلول 2030 سوف تعتمد الطاقة في المملكة على 50% من الطاقة النظيفة. المبادرات التي أطلقتها المملكة هي تصب في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي وتنسجم مع أهداف مؤتمر باريس لكبح التغير المناخي وتقليل درجة الحرارة. دكتور، يعني في هذا الجانب تحديدا دعنا نسلط الضوء أكثر على مبادرتي السعودية الخضراء وأيضا الشرق الأوسط الأخضر التي سبق أن أطلقهما سمو ولي العهد. يعني من خلال الجهود الدولية الحثيثة كذلك لمواجهة التغيرات المناخية، يعني كيف أيضا تنعكس تلك المبادرات على العمل الدولي في هذا الجانب؟ أنا أعتقد أنه مبادرة 10 مليار شجرة التي أطلقها سمو ولي العهد حفظه الله في أبريل الماضي، ومبادرة 40 مليار شجرة اللي على المستوى الأقليمي اللي هي الشرق الأوسط الأخضر، هي مبادرات نوعية في يعني الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. هذه المبادرات هي مبادرات بيئية، ولكن لا ننسى أنه المملكة العربية السعودية قدمت مبادرات قبل ذلك. نعم. هي على المستوى البيئي المملكة العربية السعودية يعني أنشأت وزارة البيئة، وكذلك قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق الخطة الوطنية الاستراتيجية للبيئة. كل هذه المبادرات هي مبادرات بيئية للحد من التغير المناخي الذي تمت مناقشته اليوم وأثنى عليه الجانب الأمريكي في هذا الجانب.